قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نعم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون في الدنيا ولا لا يستوون في الآخرة؟ ها، هم لم يستووا في الدنيا، فإذاك لا يستوون في الآخرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ ها، لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. إذن هنا مصير أهل الجنة يختلف عن مصير أهل النار، لأنهم في الدنيا أيضا اختلفوا، فهؤلاء آمنوا واتقوا الله وهؤلاء كفروا، فلما اختلفوا في دينهم في الدنيا اختلف جزاؤهم ومصيرهم في الآخرة. واضح؟ فربنا يقول جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طيب إذا كان رب العالمين لا يساوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، يعني بين المؤمنين والكافرين، فهل يجوز لنا أن نساوي بين المؤمنين والكافرين؟ ها، لا، لا يجوز. في الحب لا نحب حبا شرعيا الكافر كالمؤمن، في البغض لا نبغض المؤمن بغضا شرعيا كبغضنا للكافر، في الولاء، في الفرح بالنصر، في الحزن بسبب الهزيمة نفرح لنصر المؤمن ويسينا إيش هزيمته، فهذا كله إيش؟ لأن رب العالمين ما ساوى بين المحسن المؤمن والفاسق، ما ساوى بين المحسن والمسيء، ما ساوى بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فكيف نحن نساوي؟ ولو كان هذه المساواة بين هؤلاء وهؤلاء جائزة أو مشروعة لما رب العالمين فرق بينهم فجعلهم إيش فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فيقول جل وعلا يقول جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون يعني الظافرون بما رغبوا، الناجون مما يرهبون، فازوا يعني أفلحوا. والفوز والفلاح معناه أن ينال الإنسان مطلوبه وأن ينجو من مهروبه، أن ينال مطلوبه وأن ينجو من المهروب. فهؤلاء يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافوا مما يضرهم ولا يحزنون على شيء يمكن يفوتهم أبدا، وإنما أدركوا كل نعيم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: أصحاب الجنة هم الفائزون. لما سموا أصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة؟ لأنهم يلازمونها، ومعلوم بأن من لازم أحدا عرف به وسمي صاحبه، فلان صاحب فلان، ليش؟ لأنه دائما معه. فأهل النار هم أصحاب المؤمنون أصحاب الجنة لأنهم يلازمونها، وأهل النار أصحاب والكفار أصحاب النار لأنهم يلازمونها، فهي صاحبتهم وهم أصحابها. قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.